نرجع عليها من بعد سي نبيل. شفنا في البرامج ديالكم عندكم برنامج اجتماعي ديال الصحه ديال التعليم، ولكن كاع الاحزاب تلاحظوا ان الحاجه ناقصه فيها في المشاريع ديالها، ما كاينش مشاريع سياسيه واصلاحات سياسيه عميقه تتنادي بها الاحزاب، ما عدا الحزب الاشتراكي الموحد ديال نبيل منيب او الفيدراسيون دغوش اللي تتحدث على فصل السلطات والملكيه البرلمانيه، بينما كاع القطاع السياسي غائب في البرامج ديال الاحزاب الاخرين كاملين. علاش صافي الاصلاح السياسي ما عندنا كاين مزيان؟ لا احنا مثلا عندنا جزء اساسي في البرنامج اللي هو الفصل الرابع منه الذي نتكلم فيه على تحسين الحكمه وتعزيز الدوله الديمقراطيه ودوله المؤسسات. هذا الشيء اللي بغيت ناكد لك عليه هو انه ما كيتم شيء فقط بالشعارات، مع التقدير والاحترام الملكية البرلمانية ما موجودهش فقط عند الاشتراكي الموحد. الملكية البرلمانية احنا ضمناها في المذكرة اللي بعتنا بمناسبة الإصلاح ديال الدستور، في مذكرة حزب التقدم الاشتراكية، والحزاب قليلة اللي قالت الملكية البرلمانية، ثلاثة هما والاتحاد الاشتراكي وإحنا. ولكن الملكية البرلمانية ها هي ضمنت في الدستور، راه داروها في الدستور، كاينه مكتوبه مونارشي بارلمونتير ديموكراتيك اي سوسيال، مكتوبه في الدستور، بحال اللي مكتوب في الدستور المساواة بين الرجل والمرأة، بحال اللي مكتوب في الدستور الحق في التعليم، بحال اللي مكتوب في الدستور الحق في السكن اللائق. سون دي برينسيپ. من بعد خاصك تجي دابز باش تدوزهم. يعني هنا راه قلت لكم في البدايه راه شتان بين ما هو مكتوب في الدستور وبين كيفاش غتبرروا على ارض الواقع. فلذلك هذا الشيء اللي بغى يديروا الاشتراكي الموحد بغى يديروا بوحدو. لا هما لاعبين طارزة. لا انا نقول لكم بصدق، لان ما كنبغيش نجاوب. علاش ما كنبغيش نجاوب؟ لانه انا ما كنجاوبش اقرب الناس الي، عندي ما يكفي من الخصوم اللي خصني نتكلف بهم، واللي عتا بحال اللي كيقولوا من عتا من هادو، يعني خصني نشوف كندير لهم باش نواجههم، باش نبقى انا مبالي باقرب الناس الي وكنصيفط لهم السهام. علاش تحالفتي مثلا في حقي، علاش تحالفتي مع العداله والتنميه، علاش تحالفتي مع من تحالف؟ قول لي واش اللي عنده 2-3% ديال الاصوات في المجتمع وفي التصويت؟ طيب غدا غتخرجوا بواحد النتيجه، نقولوا تجيبوا 5-6 النواب، نتمنى لكم حتى 10، نتمنى لكم حتى 20. الاغلبيه فيها ما يناهز 200-196، اش غديروا؟ غتطلعوا فقط من اجل، يعني النضال معمول الان من اجل المعارضه، يعني غنطلع باش نعارض اللي كان. ولكن اذا طلب منكم ان تساهموا، بحال حنا لما تطرح لنا مشكل مع من هادو ما متفقينش معاهم، لان قلنا بانهم غير يرجعوا لنا الديمقراطيه للوراء، طرحنا امامنا العداله والتنميه، بقينا نفكروا قلنا ويني مشكله هادي، هاد العداله والتنميه عندنا مشكل تعارض معهم في الهويه، في البرامج، في التصورات المستقبليه، في الايديولوجيه، ولكن في نفس الوقت راهم ناس كيدافعوا على الديمقراطيه بحالنا، يمكننا نتفاهموا معاهم على بعض المنطلقات. وبقينا نخمو واحد الشهر ولا شهر ونص، في الاخر قلنا لا بغيتي دير السياسه وعندك وزن معين، كاين شي حاجه سميتها لا بوليتيك دي زاليونس، سياسه التحالفات، خاصك تحالف مع شي حد، خاصك تحالف مع شي حد، ولا تجلس بوحدك كتقول لهم انت ما مزيانش، انت ما مزيانش، وانت ما مزيانش، ايوا وخليك انت بوحدك مزيان، وشكون اللي غيسير الشعل العام؟ شكون اللي غدا غيهبط
باش يعالج الوضعيه ديال التعليم. شكون اللي كياكل العصا في الوضعيه ديال التعليم؟ البرجوا. راه قلتيوها اللي كيصيفط ولادو للانسينيمون هذا لا ميسيون ولا لا ليكول امريكان ولا ليكول بلج ولا ليكول اسبانيول ولا برا كاع ولا ليكول بريفي. واللي كياكل العصا هو المواطن. شكون اللي كياكل العصا في الصحه؟ راه اخر راه كيمشي للكلينيك وكيمشي برا الدواء الى غير ذلك. كياكل العصا المواطن، كياكل العصا هذاك اللي كنقولوا نحن نتكلم باسمه كاحزاب اشتراكيه. حنا كنقولوا كنتكلموا بسميت هاد الناس. طيب حنا كنتكلموا بسميت هاد الناس، وقتاش غنجيبوا لهم الفرج؟ وقتاش تيجي من السماء بوحدو؟ اذا اللي الى لقيت اللي نتعامل معاه باش نجيب شويه ديال الفرج، انا كنفضل انني نوضع انسان بحال الوردي على راس النظام الصحي، ويهبط الدواء ويوسع الرماد ويدير داكشي اللي دار، او بكل تواضع داكشي اللي سعيت نديرو باش نخرج شويه ديال الناس من المدن الصفيح ونديرو كذا، على انني نبقى كنقول له ما عرفتي حتى تعطيونا حتى نوصلوا حنا للسلطه المطلقه ب 50% عاد نحاولوا نديروا شي حاجه. لذلك سي بيان بو ان بروجي راديكال، حنا نو سوم دي راديكو، حنا راديكاليين، لا نريد اننا نتواطؤوا مع اي كان. ايوا وكي نديروا لا المغاربه راهم كيصوتوا، والاحزاب اللي غتجيب الاغلبيه راه معروفه، واللي غتجي هي الاولى الواقع لا يرتفع. إذن حنا شنو نطلب منا؟ نطلب منا أن نديرو سياسة ديال التحالفات. لما كنحاول ندير سياسة ديال التحالفات وكنكون متحالف مع الكتلة الديمقراطية، وكيجي الاستقلال كيبدل، لأنه بدل القيادة ديالو كيولي عاوتاني غادي في واحد الاتجاه على أي حال، مرة يقول هكذا مرة يقول هكذا. وما غنقولش أمور سلبية، علاش؟ لأن باقي عندي الأمل. شتي هما يقولوا السلبي عليا ونتقبلوا ونهضموا، وباقي نبقى شاد فيهم باش ندير معاهم تحالف. علاش؟ لانهم اقرب الناس. او الاتحاد باش الكتله تعاود تقوى، ونخدموا مع العداله والتنميه كقوه اصلاحيه، ونزيدوا نقدموا الان بعدا اوموا جي اون فيزيون الي كليغ واضحه. كنجي عندكم كنقول لكم اش باغي نديروا، يعني على الاقل لما كنقول لكم صوتوا علينا حنا كتعرفوا بان ما هالمسعه ديالنا، ماشي باش نجلس معارض كل شيء وكنقول لكم حنا راه في جميع الحالات كونوا معنا، وراه غنكونوا ضد الجميع. واش ضد الجميع؟ سي با بوسيبل. وغنكونوا ضد حتى هذوك اللي قرب منا. ملي كنتكلموا معاهم كنقولوا لهم وحده اليسار كذا كيمشي معايا بعيد، كيقول لي واش نتوما يسار بعدا؟ وكاك واسي ولا لا، ما تنساش بان راكم من عندنا خرجتيو. او راه اللي جاب الشيوعيه والاشتراكيه لهاد البلاد راه هما حنا. هايا اونسكالم. دونك راه حنا اللي دخلناها وعشنا صعوبات، وكانوا كيقولوا لنا كنتزوجوا مع الخوت، وحنا يهود بحال الا كان اليهود عيب، ودوزنا باش تكون هاد الافكار ديال اليسار موجوده والملكيه البرلمانيه وكذا. فاليوم شويه ديال التقدير، لان ما تسبوش المستقبل، نسولتي با لافنيغ. راه الا بغينا نبنيو شي جبهه مشتركه غدا، وعلى الاقل حفظوا. وراه عندكم عرفتي شنو عندكم الفاسدين والمفسدين وكذا، راه ما تضربوا معاهم هذوك الكبار، هذوك اللي قال لنا ما خصناش نهضروا، سكتوا ما تقولش، اجيو عاونونا على هذوك. ما الله يخليكم. اذا لما هاد الناحيه ديال هذه واحد باش نبقاو في موضوع اليسار، باش كنتي جيتي عندنا سي بن عبد الله هذه واحد العام ونص، كنت مازال تنذكر سولت قلت لك مستقبل اليسار هل تطمحون لان تكونوا قائد اليسار كحزب التقدم والاشتراكيه، خصوصا بان عندكم ما عندكمش انقسامات، ما عندكمش مشاكل مقارنه بالاتحاد الاشتراكي اليوم. يمكن طرح سؤال مغاير، واش هاد البي اس يو ولا هاد الحزب الاشتراكي الموحد ما يقدش هو شي نهار ياخذ قياده اليسار لان عنده واحد العذريه سياسيه، ويقد يكون عنده مصداقيه اكثر
عند الشارع مقارنة بكم أنتم كحزب تقدموا الاشتراكية التي استهلكتم سياسيا، لأنكم في الحكومة من 98 2002 2007 2011، فإذا ربما فقدتوا واحد شوية ديال المصداقية عند الشارع. هذا التكوين ديالو، التكوين ديالو كيرجع لي لداكشي ديال استهلكتم سياسيا، داكشي ديال لا 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 هذا ال الماركتينغ، من غير الماركتينغ لا سي ديك ليزيستوار دو ماناجمنت و لا لا كونسوماسيون اي لاموغتيسمون، فوز افي ايتي اموغتي اكزاكتومون، سي لو داكشي ديال الكونتابيليتي. لا يا سيدي راني جاوبتك على هذا الشيء، عاد جاوبتك عليه دابا. شوفوا اليوم ما عرفتك فين باغي تجي، اليوم كاين تصويت سياسي، تصويت دار بالنسبه للناس بحالكم سان فوت بوليتيك، سي با ان فوت ديال واحد صديق عندي مولف كيصوت على البي بي اس، قال لي عرفتي شنو واحد الصديق راه ترشح في الحي، قلت له واش انت هو فرماسيان، قلت له واش تا في القضيه فيها الصديق، خاصها بروجي بوليتيك من صديق، بروجي بوليتيك. اليوم يا بروجي كونتر بروجي، مشروع سياسي مشروع موازي، من يتوفر على اكبر حدود وابان على انه قادر ان يواجه هذا المشروع شكون؟ كل شيء باين. ها اللي كيقول هذاك الاخر كل شيء باين، باين الصحه شنو فيها اليوم، بمعنى انه اللي عنده القوه والجراه باش يستمر في الخط اللي اختاره ويبحث دائما على الحلفاء، لان الفرق الكبير هو ان احنا في حزب التقدم الاشتراكي احنا مدين اليد، احنا هذاك هو النهار الكبير بالنسبه لي الى تكونت قوه يساريه متحالفه، لكن احنا مدين اليد، هما ما مدينش اليد، هما كيقول لك لا بوحدنا، علاش قلتهم طرزه او كي غديروا لا انتم ما عندكم 2% ديال الاصوات، 3% يمكن كاع الا جبتيو، كي غديروا 4 5 يلا 6 ستا لا دابا دابا لا جو سيك سي تنسين، مي جو مي انا ما انا ما سادش، انا الفرق في الثقافه ديالي انا ما سادش، واش فهمتي؟ انا ما غتمشي عندي ما غنقولكش ساد على الاخرين، انا منفتح لما كنجيب 5% كنقول واش دابا مصلحه البلاد ومصلحه هذاك اللي كنقول انني انا كندافع عليه اللي هو الفقير اللي هو اللي ما عندوش اللي هو الشاب اللي ما خدامش اللي هو الطفل اللي التعليم ديالو ضعيف لان الجوده ديالو ما مقداش اللي هو الانسان اللي ساكن في العالم القروي اللي هو المراه اللي عندها صعوبه باش تولد اللي هو الارمله اللي ما عندهاش ما تدخل على وليداتها اللي هو اللي هو اللي هو كل هاد الناس من هاد النوع، هادو اللي كنقول كندافع عليهم، انا كندافع عليهم منذ النشاه وهما كذلك كيقولوا كيدافعوا عليهم، غدا هاد الناس واش نخفف عليهم ونقلب على من نخدم مع ناس بحال الحكومة، هادو كانوا ضد مثلا حكومة عبد الرحمن اليوسفي، جات تشكلات كانت فيها الأحزاب الكتلة ودخلنا مع من مع جوج الأحزاب أخرى الحركة والأحرار، دخلنا معهم في مارس 1998 الى حدود فبراير، ماشي فبراير لان كانت الاتصالات بدات، نقولوا الى حدود نوفمبر دجنبر 1997 صديق 3 موا افون، كنا كنقولوا عليهم احزاب اداريه، ولكن بقينا نفكروا نفكروا وقلنا خصنا نديروا يدنا في العجينه، خصنا نبداو الاصلاح في البلاد، درنا اللي قدرنا عليه باغ اكزومبل لامو التغطيه الصحيه بدات مع الحكومه اليوسفي، بدات على مستوى القوانين الى فالو دو تون باش ندوزوها،
قوانين دازت في ديك الوقت داكوغ، وبعد الامور الاخرى احنا قلنا يفول فيغ. هما ثقافتهم تقول لا، انا ما نجلسش مع الاحزاب الاداريين، انا ما نجلسش مع هذوك الاخرين اللي دابا باغيين يربحوا باي وجه كان، انا ما نجلسش مع العداله والتنميه. واختي حتى انا كاع ما تجلسش معايا حتى انا في التحالف كتخلي شي شويه من ذاتك ضروري بحال في الزواج، لما كتزوج الا ما كنتيش قادر دير تنازلات طلاق من بعد عامين من بعد شهرين بيان سور سي نورمال، لانك تحالفتي مع ذات اخرى دونك خصك تشوف شنو يمكن دير معاها شنو ما يمكنش دير معاها. هادشي هادشي لا لا استاذ من بعد نفتحوا النقاش. الله يخليك. المبادئ هي الصدق، بعد بدايه المبادئ هي الصدق. المبدا الاول هو انه لما كتدخل مع شي ناس كتدخل انطلاقا من انك مستقل في قرارك. بعدا يعني حزب التقدم الاشتراكي اللي واضح فيه هو انه لما دخل لها التجارب كامله هو اللي كان كيقرر واش يدخل ولا ما يدخلش، هو اللي كان كيقرر. بحال اليوم هو اللي كيقرر واش يدخل ولا ما يدخلش، واش يتحالف مع العداله والتنميه ولا ما يتحالفش مع العداله والتنميه. لذلك النداء اللي كنوجه لكم هو انني نقول لكم راكم مسائلين باش ديروا تصويت سياسي. انتوما ناس بحالكم ما كيديروش تصويت مبني على عاطفة، تصويت سياسي مفكر فيه. وأقول لكم بكل صدق، وكاين اللي كان كيقول لي أن هادشي كنديرو حتى خارج الفترات الانتخابية، هما كيقولوا لي كيهضروا معايا شي هضرة كنقول لهم أنا راه في حملة انتخابية مسترسلة مني تنشأنا وحنا في حملة انتخابية باش نقنعوا الناس. حنا اش كنديرو؟ حنا كنحاولوا نقويوا الحزب ديالنا باش نتمكنوا ندوزوا الاصلاح في البلاد. فلذلك الان كنتوجه لكم بوضوح، الحزب الذي يشكل بالنسبه لمن يفكر يساري، بمن يفكر تقدمي، بمن يفكر حداثي، بمن يفكر في قوه اللي يمكن تحمل التغيير بواحد الوجه معين اللي قادر يفعل، هو حنا في حزب التقدم الاشتراكي. هو حنا إلا كاين شي واحد اللي غيحمل المشروع ديال اليسار كتكلم على اليسار وما حنا. حنا فبالتالي نقول لكم ذلك بوضوح. وهذا الأمر هذا إلا اقتضى الأمر أننا باش نقدموا المجتمع ديالنا نواصلوا التحالف الظرفي مع العدالة والتنمية غنواصلوه. لأن التحالف مع فقط فصائل اليسار، أولا أنا كنقول لكم شنو كيقولوا شنو كتقول الفيدرالية، ولكن مع ذلك أنا مستعد نتجاوزوا ونقول لهم مرحبا ما كاين مشكل. ولكن خذوا بعين الاعتبار مسألة، هما وحنا ما غنتجاوزوش 10-12%. شكون اللي بقى لنا من غيرنا؟ بقى الاتحاد الاشتراكي. فين هو الاتحاد الاشتراكي اليوم؟ نخليكم تجاوبوا انتم على السؤال زين. لان شفت واحد الاخ كيقول لي انا كنتفاعل مع القاعه، واحد الاخ كيقول لي لا. طيب انا ساليت من هذا الشيء، حنا كنمثلوا 10-12% دونك ما عندناش اغلبيه، شنو ندير؟ نرجع للور ونتركن ونبقى نضر، نبقى نقول لهم عرفتي شنو انتم ما مزيانينش، انتم ما دايرينش الملكيه البرلمانيه، وباش دير هذه الملكيه البرلمانيه شكون اللي غيديرها؟ غيديروها الاخرين. الاخرين ما غيديروهاش. الاحزاب اللي كنسميوها اداريه غيديروها ما غيديروهاش. فبالتالي الا بغيتي ديرها خصك تدخل المعمعه. يفا فالواغ بيغدغ سكو تو ابلي لا فيرجينيتي بوليتيك. خصك دير يديك في العجينه. اما تبقى انت ما مسير والو وفين ما تشوفها خايبه تقول الاخرين راه خايبه. طيب الا حنا كنمثلوا غير واحد 12% والاخرين كما قال لي احد الناس بالامس فاجأني بذلك، قال لي عرفتي اش غيجيك مليح؟ خلينا حنا دابا
في هذه الوضعية. إلا داز العدالة والتنمية راه أنت بمعنى أنا الوسيلة ديالنا باش حنا ندخلو، وإلا دازوا الآخرين راه أنت معنا تجي وتدخل معنا. قلت لهم والله يا ودي هكذا كتفكروا في السياسة؟ هادو أحزاب كبيرة كان لها إسهام أساسي في البلاد، يفكروا بهذه الطريقة؟ أنا على الأقل واضح كنقول اليوم هالخندق اللي أنا فيه فيه صعوبات، فيه انتقادات، علاش نتعامل مع تيار ديني محافظ إلى غير ذلك؟ لكن لما كنتفاهم معاه وكنقول له شوف نتفاهموا على مسألة، ما تقيسوش في الحريات الفردية والجماعية، ما تقيسوش في واحد العدد ديال المقومات الأساسية ديال الدولة، الاعتدال، التسامح إلى غير ذلك، نتفاهموا على هذا الشيء، والشيء الآخر غنلقاو فيه حل الوسط، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاجتماعي، نتفاهم مع على هذا الشيء. يا دي شوا أفير، يا دي شوا أفير، حنا درنا هاد لو شوا. ما يمكنش شي واحد يجي يقولنا نزيدكم هذه حتى هي، لان شي واحد البارح قال لي انتوا تابعين المقاعد. قلت له طيب ولا الحقائب؟ قلت له الواحد اللي كيكون تابع الحقائب كيمشي مع السهله، غندير بحال الاخرين وغنسكت، بعدا غنضرب الطميه الاولى غنتكون ونرجع تانا اللور نقول لهم، يقولوا لي اش ضر لك في القضيه ديال والله ولم، واش ضر لك في المساله ديال التوازن ديال السلطات والله اعلم، واش ضر لك في الملكيه البرلمانيه والله اعلم. الا كان كيقلب الواحد على المقاعد والحقائب كيدير بحال اللي كيديروا واحد اخر، وبحال اللي وصلت له بعد الاحزاب الوطنيه اللي اليوم تقول لي وخرجت بيان من اجل ذلك، من هذه شهرين قالوا حنا ضد هذاك التوجه وحنا غنكونوا في الموقع ديال دعم التجربه ديال العداله والتنميه والتقدم والاشتراكيه، في الوقت اللي كانوا كيقولوا عام من قبل بانهم كينتقدوا كذا، وعام من قبل بانهم خرجوا من الحكومه، ودابا عاوتاني انا بغيتكم الله يخليكم تسالوا، يقولوا لنا هاد الاحزاب مع من هما اليوم ومع من غيكونوا غدا، ما باغينش يقولوا. قال لك حتى تخرج النتائج الانتخابات عادي يشوفوا، عادي يشوفوا اش غيديروا. وحنا حزب على الاقل ونا لو كوراج دو بوزيسيون، عندنا وضوح في الرؤيه واضحه، قلنا ها فين غنمشيو، الا جاب الله التيسير ها فين غنمشيو، ما جابش الله التيسير غنرجعوا للمعارضه.